بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، أولهما مصرح دائما أي مطلق من قيد حروف الجر حرف الجر، والثاني تارة مصرح وتارة مقيد به، وقد ذكرت منها في المقدمة 10 أفعال. با شرح أوبكين كلوبش وعدد رابو بشرحكي هي شرحه أتيتا أتيتو بماك بما ما تقدم. با شرحكين أويكوا لوبش وعدد رابو بشرحكي لو فعلانك متعددة بمبرود مفعول. أول دانا لو دو مفعولانا مصرحة بدائم ينتي يعني مطلقة الرهاية لقيد بند حرف جر عزادة قيد حرف جر بسلونيا أو أول يان بلان دواميا جاري ويا مصرحة منه لحرف جر هي كبحر جر ستواني، وتارة مقيد به جاري ويا مقيدة بحرف جر وجاري ويا مفعول دوامك أو مفعول يكاكي قد بحرف جر ناقلت بلا مفعول دوامك جاري بحرف جر جاري ويا ببي حرف جر. وذكر ممكن منها لو أفعالانية هكذا أفعال التي تولمتنا كذا ددان فعلا باسكرت أحدها أمريشن أمرايا. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. شاهد إلى سلويك تأمرون فعلا وكفى عليك الناس مفعول به أولا بالبر جار مجرور مفعول به دومتي. وقال الشاعر شاعر دلتي: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشبي. فجمع بين اللغتين أمرتك الخير دستوري شاكم بتودا أنجام يبدأ ويكوا دستورة بدراوة توم بجيهشتوا بخاون مالو وبخاون زمين وخلاصي كلام أو إكلا دوان بجماوة بوتوم بجيهشتوا دل شاعر لبين دو لغتك دا لم شعر دا جمع كدو يعني هدو لغتك بكار هنا لدانيشان دا مفعول به كي بحرف زرقت ولا دوميان دا بحرف زرقت ويتي أو أولا أمرتك الخير بحرف زرقت ويتي الخير مفعول به أو دوميتي ما أمرت به به أو بحرف زر به بوتا مفعول به دوم تيكنا فاعلة بجي مفعولي أولا الثاني استغفر. قال الشاعر: أستغفر الله من عمدي ومن خطئي ذنبي وكل امرئ لا شك مؤتذر. شاعر كان دا معنى خلاص الكلام زور واضحة ليرا كان دا وكدبيني أستغفر الله أو الله مفعول أولا من عمدي مفعول دوما وأمزى وقول الآخر: أستغفر الله ذنبا لست محصية رب العباد باشا رب العباد إليه الوجه والعمل أو وكدبيني لركان دا الله مفعول به أولا بأستغفر ذنبا مفعول دوميتي هردو معنى شركة زوز الواضح نبوه معنى ناكم لو أولا دا بحرف جر مفعول دوميتي لما دا بحرف جر هدو مفعول كي قلتوه. أسألت اختاره قال الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. وقال الشاعر: وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء، فقلت البكاء أشفى إذا لغليلي. أي اختر من الصبر والبكاء أحدهما. إيه باشا إيه أرزي برادراني خومكم اختار فيك كلفة لأنك كدوم في الدقري أما واختار موسى قومه موسى أو فاعل كيتي اسمي مقصورة قوم مفعولي أولا 70 مفعولي دوامتي شعر جدالي نأت إيه شعر ظاهرا كسيري عزايا كتيان نأت واتا محبوبك يدور كوتوا باشا وظام نايهين بوا إترتو هل بجيرا لسبرو لا جريان خلاصة كلام يعني يشان هذا لا اختار من صبر البكاء لا صبر البكاء يعني يشان هرب شو كهرب يشان قابل أربع جار ذنين إيه نشتم البكاء أشفاء إذا لغليلي واقعا
گریانەکە بۆ غەلیل و عشق و تینمیایەتی من بۆ ئەو خانمەیە باشترە تاوەکو سەبرەکە. ئەو لێرەدا فەختەر منە سەبری وەلبووکە ئەحەدەهما ئەحەدەهما ئەتە دەبێت ئاوا بێت مەبەستی ئەوەیەکە ئەوە لێرەکانەدا یعنی مەفلوبیهی دووەمیان مەحزوفە مەبەستی ئەوەیە مەبەستی ئەوەیە بەڵێ جوانە زۆر باشە تەقدیرەکەی چونکە ئەوە دێتەوانێ غەلیل بە فارسی پێ دەڵێن سوزش عێشق ئەو سووتانەی کە لە دەروندا بە نیسبەت خۆشەویستی بۆ کەسێکە و بۆ تەیە دروست دەبێ بە مانا ئەو غەمە کە لە ڕێ عێشقا دروست دەبێ پێی دەڵێن غەلیل الرابع كنا بتخفيف النون تقول كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله كنا بتخفيف نكنا دلي من كن يمدايا بأبو عبد الله يا دلم أبا أو أو أبلي أو مفعول به دو مكب بحرف جر أقرب بأبي عبد الله مفعول دو مكي بحرف جر قستوه إيه ويقال أيضا كنوته أو قلت له كنوته يعني بواو نكبيه ما بس أويا وكوبية دي بواي شاتو ما بس أويا كليل دا اختلافة لسر شكي كنا كنيا لا صليا كنوايا يعني هد قصك هي لواقع دا يجمع ناي هي بلان قال شعدلت هي الخمر لا شك تكن الطلا كما الذئب يكنى أبا جعدته بلا جاء أبا جعدته يا جو خويني أو ظاهرا دا ما بس وزن شارك بنا أبا جعدته لا صلا هي الخمر شاعر كتعريفي شتيكك على واقع دا كزور نالبار و ناركو بيكا باشا عدزي برادري خوما كم ضلع هي الخمر يعني او شتيكا او بوي بعض ذكري و قصيلي و دكا على خمرة باشا چونك عرب زوريان علاقة با تيبه دلن هر با بعرق بو ايتر او صافو شتي اجيبو غريبو اوانا هيا بله زوتاك كا كونيكي طلايا طلا زور باشا جا بله العلماء دلن نزيكي دوسو پنجا وصف ناي بو خبر هر وکو زئب کنی ابو جعده ای بوده دندره خمرش کنی طلعه ای بوده دندره اولی رو دا مباز لخمره لتکنه نای فعیل کهی هیه خلاصه کلام تیده بلین مستطیره اوی قضی که بله تیده مستطیره او بجی مفعولی اولی دبیت ايه عزيزي برادري خوم كم الطلاء ديوت مفعول دوامي وقال شعر دلتي وكتمانها تكنى بام فلاني تكنى بام فلان تكنى نايف على كي هي تلا مستتلا او بام فلان كبحرف جر قتوتي او دبيتا مفعول به دوامي ايه زول باش الخامس سما بنجامين فعل لو انا كدي وحب بمشيرات دقري سما تقول سميته زيدا وسميته بزيد اني سميتها مريم هلا قران جاتوا نوم لنا بزيد بحد بشان وايا اوي اولا مفعول دومي بسر بخوك دومي بحرف زي قلت قال وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بد أما شاعر تفاؤل بخير ذكا من الله كان بودل ناومنا بيحيا بوي بجيت إني زندوبي ما بس أولي خو مو عالم زندو والله زندوبونا كوا أرزج دار بيت إتر أمريكيش كا دس شتيكيش كا خوي جودا لناو خلكا قزاي كده بحكم فيها كده بيتي خو شارني هذا ودبيت يحيى ليحيى جالبة يحيى أجا علم بو بألفي وكوية دا نسري بلا أجا فعل بو بأحرب ألف دا نسري أو بوي فرقي على ما كوف على كبكلة هل وكوية دا وإلها توان السادس دعا بمعنى سمى إيه دعا بمعنى سمى باشا
تقول دعوته بزيد. نك دعاك بمعنى بان كردن او انا دعوته بزيد يعني سميته بزيد. اي جو مفعولي دقدت او اللي دا مفعول به ومي بحرف جر قلتوا. شاهد الله وقال الشاعر دعتني اخاها ام عمرو باشا ولم اكن اخاها ولم ارضع لها بلباني. عرزي برادري خومكم بل ام عمرو او وكدبيني ليرا كندا او فاعل دعايه باشا تيكا علامتي تانيسان هناك نقايا يكا مفعول به اول اخاها مفعول به دوما باشا. ايه دلي ام عمرو مني ناونا ببلاي خوي تبرامي بيخوش نواي ببيت ببلاي او قرم صاغا بلا علاقي بوجنبو اشتتي وكو برامواي اول كودي داشتي ورا داك ابو خاله زي كاك مكو كاكم سيد داك مش اوي قلت والله بلايني ولا ما رضى لها بلباني. لبان ولبن لبن لبن خلاص الكلام بالنسبة آدم وبكاليلين يعني شير. لبن خشتة لبن شيلة لبن خشتة أجل بثام الأحمدي ده ولا كاك من براي نو وشيش نخوه ردو إيديش وبريتش نقول يعني بينا خوش أكتوتي وكو براموي. السابع الصدقة بتخفيف الدالي نك صدقة ولقد صدقكم الله وعده كم مفعول أولا وعده مفعول دومت يا ثم صدقناهم الوعد هم مفعول به أولا الوعد مفعول به دوميتي وتقول صدقت في الوعد أوجب حرف جر جرتويتي. إيه الثامن زوجة تقول زوجته هندا هندا كرد خيزاني وبهندي نشان إشكاليتي دانوكو يقوايا. قال الله تعالى زوجناكها زوجنا ناكا فاعل زوجها كاف كمفعول به أولا ها كمفعول به دوما وقال وزوجناهم بحور إن هم مفعول به أول بحور إن مفعولي بحور مفعول دوم كما حرف جر قلتوتي. التاسع والعاشر كان ووزن أم دوانا تقول كلت لزيد طعامه أو وكدبني خلاص الكلام أو يشان با أو تو مفعول به أول طعاما لا أصل الله إيه وتوليتي إيه يا وكلت زيدا طعامه. إيه ليش يندا ببي حرف زوجتي بحرف زوجتي يشان ب بلين يشان بحرف زوجتي يشان ببي حرف زوجتي ووزنت لزيد ماله بحرف زوجتي وزيد زن زيدا ماله. إيه زرتك بلى. وباشان قال الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كالوهم أو وزنوهم يخسرون تخم مفعول هي على والمفعول الأول فيما محذوف هم لكالوهم ده هم لوزنوهم ده مفعول أول محذوفة تقديرك وإذا كالوهم طعاما يا حقهم يا أو وزنوهم ما لهم شاوديتي مفعول أول محذوفة مفعول جو مكان ذكر كلاه. إيه ثالثة باشان السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل هي حاو تمان فعلانك إنك متعددة من بلو تنة بلو سيدانا مفعول وأواني جفر من تنة وهو سبعة حودانا سمفعول دقدر أحد وأعلم كما أعلم المنقولة بالهمزة أعلميك كنقل كلاوة بهمزة من علم المتعدية الإسليني لعلميك بمعنى يقين متعدية بودو مفعول وقت ذلك دي خطبة بإفعال النقل ده كي بحمزة بباب يفعل ده بتسي مفعولي طلعي أعلمت زيدا أمرا فاضلا يعني يقين داب زيد كعمل بي أي باشا الثاني أرى باشا المنقولة بالهمزة إيش كصفة ونقل كلاوة بحمزة من رأى كام رأى رأىك المتعدية الاثنين صفة ومتعدية بودو مفعول يعني بمعنى يقين نجب بمعنى بينين تولي أريت زيدا عمرا فاضلا نالي أرأيت شنك حمزة لواقدت يا حزب دبه أرى يوري آوايا لا أصل الله إيه أولا مهموزة هملة شرح التسليفة وهملة تسليف زنجانية توضيح ما عنده وجويل بقلين لبه لسأل ما دي رأى زور واضح دادو زريته إيه
يعني بمعنى علمته بمعنى يبله. قال الله تعالى وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هرب وجور أخوي جورا يقين يندلاتي لباري عمل كان يانا وك عمل كان يان دبل حسرة خمل سريان قبل الله. فالها أولون مفعول أول، هم مفعول به أولا، أعمالهم مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث. زرت شك باشان والبواقي ما ضمن معنى أعلمه وراء المذكورتين من أنبأ ونبأ وخبر وأخبر وخبر وحدث. باقي كان لواني كسي مفعول لقلن فعلان كان كتزمين بر تزمين كرابن بمعنى أعلمه أراك باسكلن، يعني إلا معنى هذا بمعنى أعلمه أرابن وكو أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث أنا تقول أنبأ زيدا أمر فلان بمعنى أعلم، يعني بمعنى أعلم بأنك بمعنى النبأ أو أنا به. وكذلك تفعل في الباقي، الباقي كأنك يعني شاهد وقت بكارد جرتن أو بمعنى يقين بكار يعني دقري وقت شو كتزمين أويا أو تو معنى فعل لدي بفعل يتر حكمي أو فعل أو فعل أو وقت بكار دقري فعلك لازم وجد بيت لازم متعدي وجد بيت متعدي دو مفعول ودو مفعول وجد بيت سبب مفعول وسبب مفعول أو تزمين هربابك لنحو ده العقيدة. وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى لاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن بل أصل أم بينش فعلة أن بأو نبأ أو أخبر وخبر وحدث لأصل الله أويك متعديبا بوتيكا كجان الأصل إخوان ده متعديبا بودو مفعول بو أول مفعول بنفسها إخوان متعديبا بودو مفعول ببيع بعن أما قاعدة إيه يعني بمعنى علمني الأصل بلا أجر بتزمين بمعنى علم أعلم وأراب إنت لم نسي مفعول يوكاته يقو نحو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أنبئهم هم مفعول أولا أنبئهم هم مفعول أولا بأسمائهم مفعول به دوما كتب حرف جر كتبتي لو يجوا بشهر و يا نبئوني بعلم أها هي كما مفعول به أول بعلم مفعول به دوما ونبئهم عن ضيف إبراهيم هم مفعول أول عن ضيف مفعول دوما كبع عن كتبتي وقد يحذف الحرف هندي جار حرفك حذف دبيت يعني يمزا متعدد بخوي دو مفعول كتكلي من أنبأك هذا شاولي يعني من أنبأك بهذا أو حرف ذلك حزب ولا كانت إيه ثم قلت بحسي كوتاية لبابت أو بابو كبحسي فعلي كرت عملي فعلي كرت كبابي وفصلك زور تعبتي بو إيه ألا ولا يجوز حصف مفعول في باب زنة ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل إيه ما شاء على دروزني حسب مفعول بك يعني هج مفعولك نا أول ندوم حسب مفعول كبنكي لديه يعني نيج ندو كالباب يزن ندا كدو مفعول دروزني حسب هج مفعول بك باشا نا أول ندوم إيه زورتك وغير أول جلباب أعلم وأرى كسي مفعولين مفعولي أول يندك الحزب أما دوم مصيوم هج الحزب لكن ما قل لبر دليل إيه جاء أمزا وكباري قاعدة أجر مفعول لبابي ظنا يا لبابي أعلم الدوم يسوم يشان حزب كلا أو بيدلا اختصار كبتين لبابي ظنا دا اختصار رتاو كلا ويعني مفعول يشي حزب كلا ولا بردليل يا أحيانا ريب كبهد يشي حزب بكلين ولا بردليل شون كقصي واشمان هي بلان أجر حسفك رودابو هز دليل أجنبو هز بنمايك نبو بيدلان اقتصار أو قاعدة كي بزان جوان إيه وبنو سليمين يجيزون إجراء القول مجرى الظن وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول أو مجرور إيه زوت شاككاك ألا بنو سليم بتصغير ويخوي لأنك بنو سليمنا بنو سليم هو زيكن له زكاني عرب كلا ألفية دا ابن مالك زور جاران برأي بوتشوني أوان بتعب لوقف له عند شوين دا ولا مسائل الزمير أوان دا لرأي أوان استفادي كردوا لا شيء لك عنده إيه بنو سليم إجازة دا مادة قول بمطلقي
بمعنى الزن بكار بجيرة جو مفعول بجيرت زرتك أو بمطلقي بلام وغيرهم غيري بنو سليم غيري بنو سليم كده كنواني كوي عربة كان هرهمو باشا كوي قشتي عربة كان همو يعني ألنتي أوان دلين بل يخصو بصيغة تقولو إجراء قول بمجرى الزن أو يخصو هي كبويدة ثواني كقول وكو زن بكار بقري تايبتي لكن بصيغي مزارع كبا مخاطبت تقولو مزارع بي أما يك بو مخاطب أودو بعد استفهام أوصل دوي استفهام وبي شوار متصل متصل استفهام كوا إيه يا أجر منفصل ب بشي بظرف بظرف يا بمعمول خوي يا بجار مجرور معمول عامة همبو مفعول كانوك أزيدا قائما تقول آه رأيك بهرجو كان يا بو معمولي معمولكي مثلا تقول أهندا تقول زيدا ضاربا أصلكي أتقول زيدا ضاربا هندا هيش كالي ثانية يا مفعول أول بيت بيشوا يا مفعول دوم بيت بيشوا همو أمانة دقيقة معمول إيه إيه مثلا تقول لي أزيدا تقول ضاربا أضاربا تقول زيدا أو همو لا يدرس همو دقيقة ثانية إيه وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب لم شويندا دو مسألة باسكر كتواوكر بو أم باب بو باب الزنة وخواتي الزنة دو مسألة باسكر أحدهما أنه يجوز حصف المفعولين أو أحدهما لدليل يشان كدرس درس بحصف دو مفعول كان كي يا يكيام كي لبر دليل أو كبيضلا اختصار بلام ويمتنع ذلك لغير دليل ببي الدليل وببي بلغة منع قدغه إيه مثال حذف ما لدليل أجل حذف أو هما أبو مفعولين تهد مفعولك حذف كي لبر دليل بلغة أم آتي أين شركائي الذين كنتم تزعمون إيه تزعمون تبعة أولي ركان دا فعل قلبية ووكفع لكيت أي كو مفعولكاني ولا حذفا أي تزعمونهم شركاء كذا قدروا دل علماء إعراب عوان تقدير كدوا أين شركاء الذين كنتم تزعمونهم شركاء هم مفعولي أولا شركاء مفعولي دوما حذف كلا كذا قدروا عوان تقدير كدوا هج إشكالي تياني بلان ولا أحسن دل يعني أو درستا بلان جوان تركا للايمن أويا أن يقدر والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصيلتها صادة مصدهما أهل لباسي زعم داخل من بزوري متعددة بلو أني مخففة وصيلكي يا بلو أنو صيلكي وات اسم خبرك طلع هل سلو أصاصة وباشا مقدر بكري أنهم شركاء استن أمجا أنو صيلكي صاد مصدج مفعولكي دابت أعوه أي زور باشا بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى بدليل وك أوشتا لم أعتدى ذكر كلا وكدبيني أها وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أزعمتم أنهم فيكم شركاء هم أو ما اسمك يأتي فيكم معمول شركاء يعني أنا هل أصلا بدكلا بويبه ودشكلا هل مفعولي معمولي زعم به بلان واقعا بو معمول شركاء بي جوان ترى ديو شركاء خبرك يدي اها الجملة انهم فيكم شركاء بخوي بصيلك يوا صادي مصري دي مفلو كان يتي ايه طلبوا دليلة كلو لو آتها ذكر كلاوا باجوا تقديري اما آتج اتزعون دي مفلو كاني بيكينا انو اسم خبركي كأمجا هميان ببن بصادي مصري دي مفلو كان ايه ومثال حصف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى مثال حصف يشي لمفعول كان هما بو مفعولين دشتوا مثال يشي لحصف مثال حصف يشي لدو مفعول كان لبر دليل ما نوي أو كي كان
اما لێرە دە هەردووکیان حەزف بوون ئەمجا یەکیان حەزف بێ ئەو کەیکیان وەمێنێ ئەم ئاتەیە وەکو کە دەفەرمێ ولا یەحسەبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثاني إيه أرزي بلاي خوما كم أما أمشونا أمتن لا يحسبننا ليا لا تحسبننا كالسوري آل عمران داهن لآخر كده اختلاف قراءة زوريا للسرة إيه لقراءتي أو كسلا كيحسبني بيخوين دو تواني أما لقراءتي أو أنا كبتيخوين دو تواني نا الذين مفعولكيتي تاولك كجن إيه فعلك شي لواقع دا أن تدب تيدا مستطيل دبي بلان لم قراءتي دا الذين فعل دبي هوا إيه قراءتي حمزة أويا لخزمتي أو دا عارس كم لا تحسبن بتي باشا قراءتي ابن عامر عاصم لقراء السبع وابو جعفر لقراءة عشرة لا يحسبن بيه قراءتي او ابن عامر حمزة لقراءتك لا تحسبن ميك ابن عامر عاصم أو لا يحسب الناخ أنه تؤوصي شوارا كانك لا يحسب الناخ أنه تؤوصي يحسب أننا لا يحسب النبك سريسينك إيه جاء لي ركان دا عليه أعواي أي بخلهم هو خير لهم مفعولي أول كبخلهم حذف بو ومفعولي دوامك فحذف المفعول الأول إن أصلا كأعواي لا يحسب لنا الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم بخلهم مفعول أول حذف به فحذف المفعول الأول مفعول أول كك بخلهم حذف في كده وأبقى ضمير الفصل ضمير فصلها كهو من فضله هو خيرا هو كيه شتو تواني والمفعول الثاني مفعول دمك شي شتو تواني خيرنا إيه أما ظاهرا دليلك شي دبيت أوكها لم قرينية بخلونه والدجيري يعني قرينك قرينية لفظية اعتماد لدينا سريب خلونا با بيان وانبي اوانا كبخيل باوي كواخواي قولا داويتي با اوان لفضلي خوي بخيلك تشاك تلبوان با اوانا زانا حرزور راستا يعني واقع قرينة قرينة لفزية وجود يبخلون ليردا ابيتا دليل وبلغا بو اوي كوائما حسي منفولي اولكين كو بيضلان شي بيضلان اختصار ايه وقال عنتر عنتر بن شداد كيشك لشعراء قولو نامي عرب علتي ولقد نزلت فلا تظني غيره مني يا مني وأبزان مني بيدا الله أعلم أنا زعم داخو ولا يعرابي بونك دوبران مني شهيت علتا مني زور زور كما ألبتا بهر حال إيه مني بمنزلة المحب المكرمي أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا فحذف من فلسان أم لا مفعول دوم يحذف كله دلته جد قرتوا للايمن لجيجي كسيتي كجي خوشويستي ورزي دي فلا تظني غيره قمان مبا واقعا تو غيري أو كسي تو أو كسي أسلل دا فلا تظني يكا أها تولي مفعولي أولا جادلي فلا تظني غيره فلا تظني عفو نانا فلا تظني عفو ببخشن غير مفعولي أولا تظني عفو أو اشتباه مكد ببولن تظني صيغي ديا مفرد مؤنث مخاطبة يكا فعلك يتي غير مفعول به أولا أي كاد ومكي ولا يا واقعنا يا كائننك شاعر حس في كله إيه؟ ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصرا عليه من غير دليل على الأصح نقطة مقابل أصح ويك درست إيه؟ بوتو دروزني يا بلي علمت يا ظننت هر أوان ده
اقتصار كيت عليه يعني خلاصي وك عليه لسر علمتو يا ظننتو هي عليه بو ظننتو علمتو تشتو بو چونك بأبي عطف عاطف عاطف كلا ونعني ببي دليل بلغة بنا بقولي أصح باشا لم آتي أولاج داك هدوشان حذف كلاون أيهن شركائي الذين كنتم تزعمون وكان دليلي حذفك وجود أين شركائي دلك كوان أو شريكاني و كأيو بيتان وابو يعني تيك بيتان وابو بيتان وابو شريكي منن بوني شركائي دبيتا مبنائك بو أوي كيما دو مفعولي تزعمون حذفك ولا بر دليل بلان ببي دليل ولا علمتو ظننتو لا جائزني بنا بقولي أصح أمزا ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائما أو جدرزنيا وتترك المفعول الأولى في هذا المثال المفعول الثاني في الذي قبل من غير دليل عليهما مفعول أول لم مثال دا حذف كي علمت قائما أو مفعول أولك حذف دوما كما وطانيا ومفعول دوم لو مثالك قبله هي قبله بو أم هذا المثال كالبج مثاله بو كعلمت زيدا بو مفعول أول ما وطانه مفعول دوم حذف بو ببي دليلك عليهما لسا مفعول أول دوم أجمعوا على ذلك إجماع يعني هي علماء لسر أو كمان أحذفش لدو مفعول كانكي بو لبر أو دو مفعول بابي ظن وكو باصمان كل أصلا مبتدا وخبرا مبتدا بي خبر نابي خبري بمبتدا نابي ببي دليل ببي بلك بلان حذف دو مفعولك النقطة مقابلة أصحية كهالدروس بلان أمانا نقطة مقابلة أصحية إجماع علماء لسر العقد وباشان تكراري نكد دولي رضا بلان أو بابتا بو مفعول دوام الصيوم أعلم وأرى شيئا شنك مفعول دوام الصيوم لأعلم وأرى دا وكل هداء ولكثي بكانك باسمان كرت مفعول دوام الصيوم بابي أعلم وأرى أوان ملتدى وخبرك لا أصل لا إيه أصلا نتمثل دوام أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نفس المفعولين على لغتين عرب اختلاف ينهي لبيادة كدني مادة قول بنوع بيادة كدني ظن لتيدا باختلاف يعني لتطبيق داني قول بنوع تطبيق زن للنصب دو مفعول كان دا لسدو لغت لسدو لغت يعني وكو قول قول يعني هنا وكو زن دو دانا مفعول منصوب دكا قولي هان خلاصي كلام أو اختلافان هي لسري باشا اختلاف يعني هي لودا كقول وكو زن وابت لودا كهدو مفعول كان منصوب كا بنا بدو لغات اختلاف ينهي فبنو سليمين يجيزون ذلك مطلقا بنو سليم إجازيان داو ذلك كقول وكو زنواب دو مفعول منصوبك ببي هيت شرطي لو شتانك استيدين فيجوزون تزويزيان كدوا كشيان تزويز كدوا أنت قلت بلي قلت زيدا منطلقا يعني قمان بو زيد منطلق أعلى بلام وغيره وغير بنو سليم يوجب الحكاية باشا اوان لواقع دا لصورة تي اوا دا بواجب دادن الحكاية فيقول تي قلت زيد منطلق ولا يجيز اجراء القول مجرى الظن الا بثلاث شروطين واجازة نادا تطبيق بكري قول بنوع تطبيق الدنيا زن كدوم في المصر كان ما قبل السيشن يعني غيري بنو سليم وقت ظلن قلت زيد منطلق أما ألن حكايتي جملة كلاواقع ده إيه جملة فعلية لدواء قولوا حالتي حكايتي هل لا يتواجع عرب جملة اسمية شل لا هندشة باشا دي قول لهيج كامك لدو بشي جملة كده عملنا كلاواقع ده وكوزن عمل لك إيه باشا زور شاكا مثلا تو عليك قلت ممتم تيم قد الله زيد منطلق إتر جائزني بلاي قلت زيد منطلقا أو غلطة لواقع ده يعني بلاي عامي عربو غلطة واقعا أو قصي عامي عربي درستا چونك الجملة فعلية باشا كاك الجان لدوا مادة قولوا وهل بوجوهر الجملة اسمية للاي هنديق لزانان لدوا مادة قولوا حالة حكايتي هي يعني تشون قلت له هل واحد قلت له توا
و او مادي قولي و كم مادي زن لدو بشكا عمل لك ام عمل هرناك على واقع ده اي زور تشاكا او بلان غيري بنو سليم اجازان داوا تطبيق بكري بنوع الظن لا منصوب كليني دو مفعول لا بسير شرط احدها ان تكون الصيغه تقول بتاع الخطابي شرط اول اويا كتقول به باشا بتي خطاب به جا شرطك اويا لا اصل مزارع به بمعنى حال به استقبالنا به بتي خطاب به او وصي يعني او شرط اولا لا اصل حسين دوما ان يكون مسبوقا باستفهام دبي لفيشك استفهامك ببلا واقعدة سي الثالث أن يكون استفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بزرف أو مجرور أو مفعول استفهامك متصل بفعله باشا إيه أم شرطة شرطك كسيبوهي فرميتي إيه بلان كوفيا كانوا خلاصي كلام غيري سيبوهي أخفج لبسري كان مخالفة عن كردوا إيه خلاص الكلام أوان إذا زين سبان دعوة مثلاً لشوين كي أقول أنت تقول مثلاً بفرض مثال زيد منطلق كتير أنا تقول أنت تقول زيد منطلقاً إيه أو كتير أنا دبي متصل به بفعله واستفهامك دي فاصلك الجلاء ناكلت يا أجا فاصلة جلاء بزرف يا بجار مجرف يا بمفعولي خدي أو فعلي يبيت إيه مثال المتصل قولك أتقول زين منطلقا أما متصلة تاوليتي زور صعد واضحيشة وقول الشاعري ياوك قول شاعر كدلتي متى تقول القلص متى تقول القلص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسمة إيه أرزي برادري خومكم رواسم جمع راسمية أويك هي التي ترسم رسيما يعني بوشتريك دلن كدروا أو اندبة تندي دروا أسري روشتنكي لسا أرزك ديارك زور بمحكمي دروا يعني جيغا بيكاني ديارة لواقع دا نوع روشتني لواقع دا وشترا إيه عرضی برادری خواهم کم، اما پیام به داستانی که هبی امشاره ده بی آوابه قلوس جمع قلوسا با وشتری گنجو تا یعنی که لطمانی که کم عبید ده گوتره ایه لواقع ده ایه متا تقول یعنی متا تظنو آوال ده توانه یعنی معنی که آوایا اتو کی پیدوایا ام وشترا بمحالة جنجيتي وكهيتي لواقع دا ك وها دروا جوليا عوا ببلك دروا تو كيف دوايا نزيك بخاتواني لدو استكاني ايما ولا خوش لو استكاني ايما تاولي وبوهرش ونكوا اشتيال ليبي لقى خوتا بيان بي ايه إذا ما دبي داستاني كي هبينا معنى شركة آوى إلى واقعدة شاهد كلي رد آوى يكا لرد استفهامك أمان لواقعدة آوي أوليا بهمزة أمان باسمة أو تشاشا شي تداني إلى واقعدة إيه إذا شرائط كان إشان تدا كاملة إيه زور تاك ومثال فصل بالظرفي أو قول شعري أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد أم تقول البعد محتومة أما دير دا شهدك زور واضحة أبعد تولي بعد تقول الدار جامعة أما دير دا كفاصلي قلتوا بزرف قلتوتي كبعدها أما أوي دوميان لن يبيتي دوم دا فاصلتي لاني أم تقول البعد محتومة إيه زور تشاكا باشان ومثال المنفصل بالمجروري أفي الدار تقول زيدا جالسا أو فاصلك كجلاوة لبني تقول هم استفهامك دابا في الدار جلاوة ومثال المنفصل بالمفعولي قول الشاعري
أجهاو لن تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. أما لدى أجر دقتك به لا شاهدي شارك هذا للجهالة دايا كتقول كاري خوي كردوا تقول لي بلان لواقع دا بني أو يشي لم فلكانتي جهالة أو يشي لم فلكاني كيتي كدبت مفعول دومو هاتوتا بيش كوتوا لواقع دا هج كاليتي يعني. ولو فصلت بغير ذلك تعينة الحكاية أجر بغير أمانة فاصلة جلال بين استفهامك وفعلك دا حكايتك واجبة يعني چون قد پشت خندراتو هر بوجر ويجري يتد اسكارينك تولي نحو أأنت تقول زيد منطلق يتبود نمري أأنت تقول زيدا منطلقا بو چونك لبيني تقول كفعلك لبيني همزة كدا أنت بو تفاصلة كان الزرفة نجار مجرورة نمعمول فعلك هيتش يعني بلان بلاي بن سليمة بلا دروس بلاي أأنت تقول زيدا منطلقا وكفي كانش أو رأي يعني انتخاب كدوة رأي بن سليم أوان كدوة مبنية بوكاري خوان أوش باب يكي زور جرينك لباب كاني شرح شزورو بشكراني خوي قلبو من تاوبو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.